السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو، لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هنقدم لحضراتكم وصفة سهلة جدا وبسيطة للتخلص من الدهون والشحوم، سواء في منطقة البطن أو في منطقة الأرداف أو طبعا في عموم الجسم. وصفة بسيطة جدا هنستخدم فيها مكون واحد وهو الكمون. الكمون ممكن نستخدمه سواء إن كان كمون مطحون ينفع أو كمون حصى ينفع. أنا بستخدم المطحون لأن أنا متوفر عندي في البيت المطحون. على كل حال المكونين يا جماعة يحققوا نفس الفايدة. ممكن نستخدم الوصفة دي بطريقتين، إما إحنا ناخد معلقة من مطحون الكمون، الطبيعة دي هنستخدم فيها المطحون، ما نقدرش نستخدم فيها الحصى، ناخد معلقة من مطحون الكمون وناخدها عن طريق سف، وبعد كده ناخد سف يعني ناكلها، وبعد كده ناخد وراها على طول كوباية من المية، أو إن إحنا نستخدمها بالطريقة اللي أقدمها لحضراتكم ودي نستخدم فيها المطحون أو الحصى. هناخد معلقة واحدة من الكمون المطحون، وبعد كده هو نقدر نضيف ليها المية اللي إحنا غليناها مسبقا، وهنبدأ بعد كده إن إحنا نحرك الكمون في المية الدافية أو المغلية. هي مية مغلية وسيبناها شوية تبقى مية دافية، عشان بعض الناس يقولوا مغلي أو ماء دافئ، سيان الاثنين واحد. هنسيبها بعد كده تتنقع لمدة 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نشرب المشروب دوت يا جماعة 3 مرات في اليوم. ده طبعا ان شاء الله لمدة شهر هيساعد في علاج زي ما قلنا لحضراتكم، هيخلص الجسم من الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم. طبعا اكتر الناس بيعانوا من مشكلة الدهون والشحوم هم السيدات بعد الولادة. بعد الولادة طبعا جسم السيدة الحامل بيحصل تمدد، وبالتالي بيكون معرضة للإصابة بالترهل والدهون والشحوم، وطبعا بيكون عرضة لزيادة الوزن. ممكن تتناول المشروب دوت بنفس الطريقة ان شاء الله هيساعدها في عملية التخلص من الدهون. كمان بنصحها ان هي تكتر من اكل الخضروات المسلوقة والغنية بالالياف، ده هيساعدها ان شاء الله على التخلص من الدهون سواء في منطقة البطن او الارداف. كمان ممكن تستخدم بديل عن المشروب دوت شاي الزنجبيل، وده ممكن ناخد معلقة صغيرة من مطحون الزنجبيل ونضيفها على مية دافية او على اي مشروب تاني تقدر تستطعمه وبتحبه وتشربه مرة واحدة في اليوم. تكتر السيدات بعد الحمل من اكل الزبادي، وده خلال الوجبات مع الوجبة عادي. الزبادي هيساعدها ان شاء الله ويعوضها عن بعض الفوائد اللي ممكن تاخدها من بعض الاطعمة اللي ممكن تتسبب في زيادة الوزن، وبالتالي يعني هتقلل من اكل وكمان هتاخد الفايدة من الزبادي ومش هيحصل عملية زيادة الوزن بالدرجة الكبيرة. الزبادي هيعوضها زي ما قلنا لحضراتكم. كمان ممكن تجيب مقادير متساوية من الزنجبيل الأخضر مع الشاي الأخضر مع مطحون قشر الرمان مع النعناع، تنقع المكونات دي كلها في مية سخنة وتقدر إن هي تشربها بعد ربع ساعة من كل وجبة، ده 3 مرات في اليوم. وصفات سهلة جدا وسريعة إن شاء الله تقدروا إن أنتوا تعتمدوا عليها، سواء بالنسبة للسيدات بعد الولادة أو للشخص العادي لو عنده مشكلة في تراكم الدهون يقدر يستخدم أي من الوصفات اللي قلنا لحضراتكم ديت. إن شاء الله هتجيب معاه نتيجة كل يوم لمدة شهر إن شاء الله، تمتعوا بجسم مثالي ورشيق. أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم. أي حد عنده استفسار، أي حد عنده محتاج موضوع معين إن أنا أتكلم فيه، يعني ما يكسلش وما يتأخرش في إن هو يكتب تعليقه. أنا إن شاء الله بشوف التعليقات دايما وبصفه مستمره، وباذن الله دايما ارد على حضراتكم سواء كتابيه او ان انا احضر لحضراتكم موضوع بالاستفسار دوت في حلقه قريبا ان شاء الله. اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.